المهرجان يعني بدأ من يوم الخميس، وطبعا كان هناك مئات الأشخاص الذين قدموا إلى هذا المهرجان لإحياء تراث القهوة والموسيقى البدوية الأصيلة، وبالتالي نحن فوجئنا بالأعداد الغفيرة التي جاءت في خلال هذه الأيام الثلاثة، وهي أيام كان فيها العديد من الفعاليات اللامنهجية. رأينا عائلات كثيرة وأيضا ضيوف من خارج مدينة راط، من المدن الإسرائيلية أيضا جاءوا إلى هنا وقالوا هذه الأشياء هي تفرح القلب. بالفعل أنت عندما ترى الأطفال والنساء والعائلات تأتي إلى هذا المكان إلى القصر الثقافي وترى التراث العربي الأصيل البدوي الأصيل وتتعرف عليه، هذا شيء تم النشر يعني بكثافة في المجتمع الإسرائيلي من أجل أن يأتوا إلى هنا، وبالتالي نجحنا في إيصال الفكرة وإيصال فكرة المهرجان، مهرجان القهوة والموسيقى، وبالتالي رأينا هذه الأعداد الكبيرة التي جاءت إلى هذا المكان الذي ازدحم بهؤلاء الناس. نريد أن نقوم بهذا العمل أيضا في العام القادم إن شاء الله، باستغلال طبعا أعياد الشعب الإسرائيلي عيد العرش، والذي طبعا كان فرصة لأن يأتي الناس إلى هذا المكان ويستمتعوا بكل التراث البدوي والقهوة والموسيقى البدوية الأصيلة. تشجيع السياحة بالضبط يعني من أجل أن يأتي الناس إلى رهط، وبالتالي تشجيع السياحة يقوي الاقتصاد ويقوي العصب الاقتصادي لأهل المدينة وأيضا للمدينة نفسها. رأينا كثير من الأشخاص جاءوا إلى هنا يعني إن صح التعبير بأشياء يريدون بيعها من التراث البدوي وأيضا صنع القهوة وأنواع القهوة البدوية. كل هذه الأمور تجلب الأشخاص من خارج مدينة رهط حتى يطلعوا على هذه المقتنيات الأثرية الثمينة بالنسبة إلى العرب في الجنوب، وبالتالي التعرف عليها والتعامل أيضا معها وذوقها وأنواع القهوة التي نفتخر في إعدادها. صحيح، لأول مرة في مدينة رهط ثلاثة أيام متتاليات منشاهد فوق 6000 شخص اللي أتوا على هذا المهرجان، حوالي 1000 منهم من خارج مدينة رهط اللي هو من المجتمع اليهودي، وهذا شيء فخر إن نشوف الأجواء العيدية خلينا نقولها والبهجة بين يعني بين المشاركين، عائلات مشاركة مع أطفال مع أولاد. بالنسبة لنا الشيء اللي إن شاء الله يعني راح يستمر بشكل سنوي هذا المهرجان، مهرجان القهوة اللي بيحكي عن الأصالة، بنحاول إن يكون الناس يجتمعوا مع بعضهم، وبتأمل إن زي ما يقولون هذا الشيء راح يكمل مع كل السنوات الجايات، ويكون هذا الشيء راح يستمر من ناحية الفعاليات. أول شيء الهدف هو داخلي في مدينة رهط وفي طبعا المجتمع العربي وكمان مع المجتمع اليهودي عشان نساعد في موضوع السياحة. أنا جدا مبسوط من الأجواء الموجودة، الكل موجود الكل هذا، ويوم عن يوم شفنا ارتفاع في عدد المشاركين، وهذا بس بدل أن قديش الشيء ناجح، وهذا الوجه الحقيقي تبع مدينة رهط اللي هو الوجه الإيجابي الوجه الحلو اللي احنا بنتمناه دائما يكون في مدينة رهط. يعني عدة فقرات منهن فنون تشكيلية على هذا الموضوع، منهن سرد القصص على هذا الشيء، طبعا المعرض الموجود عندنا، طبعا الموسيقى البدويه، وطبعا المحلات اللي بتبيع الكعك بتبيع القهوه باشكالها. مهرجان القهوه هو الاول في مدينه رهط، بس هو مش الاول من نوعه، يعني احنا كان عندنا مهرجانات مماثله واسواق شعبيه، لكن الموضوع القهوه والموسيقى بالذات هو هذا اول مشروع، واللي دام على 3 ايام. احنا بالعاده كنا نسوي مهرجانات يوم ايام متقطعه، بس اليوم المره هذه كان 3 ايام متواصله. يعني هذه كانت تجربه جديده لنا كتنظيم وكمؤسسين لهذه البرامج. المبادره هي من عده جوانب، المركز الجماهيري، احنا كل فتره بنقعد بنحط كثير افكار، اللي بنحاول ان نجيب المهرجانات تكون تابعه لنا كمجتمع بدوي، اللي كمان تفيد المجتمع واهالي البلد نفسها، وبرضه ان احنا نجيب زوار من برا. رهط تعيش هذه الأيام مهرجان الموسيقى والقهوة في رهط، هذا لليوم الثالث على التوالي، هو هذا اليوم المتمم لثلاثة أيام، بديناها بيوم الخميس والجمعة والسبت، ضيوف من أهالي البلد من خارج البلد من كافة الهويات والجنسيات، نستقبل ونستقطب لبلدنا من جميع البلدان المجاورة، حتى من الشمال أتوا صباحا باكرا اليوم حتى لا يضيعوا فرصة حضورهم لهذا المهرجان. هذا المهرجان إنما يدل على تمسكنا بعاداتنا وتقاليدنا وموروثنا من أجدادنا وأبائنا، من الآلات الموسيقية مثل الربابة السمسمية والدف وأبيات الشعر وكل ما يتعلق بثقافتهم القديمة من ناحية الغنى والشعر. أما من الناحية الأخرى من ناحية القهوة، فالقهوة تمثل عندنا هي أساس الاحترام وأساس التبادل الأفكار وأساس التسامح.
قديما قالوا على فنجان قهوة الكرماء يتسامحون ويتفاوضون وبيخلصوا أي إشكالية بينهم. إذن هنا نرمز على العمق الاستراتيجي والعمق الموروث الأخلاقي والعرفي والديني، وبنحاول نبرز لكافة المجتمع في هذه البلاد من يهود وعرب وأجانب، نشرح لهم ونفهمهم ويجلسوا معنا ونفهمهم إن القهوة هي تدل على الحوار، على تقبل الآخر، على حل الإشكاليات. لا ننظر إلى السلبيات القليلة اللي موجودة في مجتمعنا، نحن نحاول أن نبرز إيجابياتنا، نحاول أن نبرز كم هذا المكان وهذه البلد الطيب تحاول استقطاب من هم في البلد ومن خارجها حتى تكون بلد مركزية وتحل في المقام الذي تستحقه. أجواء أعتبرها شبه رمضانية، ويعني صحيح صادفت بأعياد مشتركة، ولكن قضية التراث وإخراج الناس من الهموم اليومية وكذلك المشاغل، قضايا عنف وغيرها، هذا أمر في غاية الأهمية. ياريت يتكرر هذا الأمر وهذه الأحداث بشكل متواصل. كان عندنا الخيمة في مهرجان القهوة والموسيقى، أقمنا فيها فعاليات تصوير ونحت، سوينا يعني أدمياء أو مثال للفناجيل وللتراث العريق تبعنا البدوي، وكان عندنا تصوير مغناطيسي ورسم بالقهوة. احنا كشفنا الفن للوسط البدوي والوسط اليهودي اللي كان عندنا اقبال يعني باهر جدا، اللي هو كان يعني حسينا ان قديش اهمية هذا المهرجان اللي لازم تكون، رغم ان تحت ظل الظروف الشائعة عن راهط، الا انه كان اقبال من اليهود خاصة كبير جدا جدا جدا. اليوم انا عندي فقرة بقدم قصة قديمة، ونحن مبسوطين عشان الحفل هذا اللي جمع بين اليهود والعرب، وفي أشياء كثيرة من التراث البدوي، منها القهوة، من هي البكارج العربية البدوية، من هي الأغاني التراثية الشعبية. شكرا لرهط، أبناء رهط، وشكرا لبلدية رهط الشركة الاقتصادية اللي قامت على هذا الشيء، ومركز والمركز الجماهير الرهط، يعطيك العافية. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام اسماعيل أبو القعان، شاعر نبطي ممثل مسرح في مسرح اليمامة. احنا هنا انت في أجواء مهرجان القهوة، عن جد 3 أيام والناس بتتزايد، يعني جمهور مليان، جمهور كثير اللي بيجي بيشوف كيف التراث، محطات التراث إن كانت على النغمة السمسمية وإن كانت على الربابة والموسيقى البدوية، لذلك كانت أجواء رائعة جدا. وهي اليوم مثلا إحنا لابسين اللبس الكامل البدوي، لذلك علشان الناس تشوف مثلا هذا اللبس اللي هو ناقص اللي ما حد تقريبا بيلبسه، لذلك الأجواء جميلة جدا. نتمنى إن يصير كل سنة زي كذا، هذه لأول مرة وعن جد في قبول من الناس وفي نظام، وهذا شيء يشرفنا. شكرا. ואני באתי לפסטיבל הקפה ואני מאוד מאוד נהנית פה מאוד, ואווירה כיפית, חופשי, ואין בכלל מה לפחד. אבל אני לא מפחדת, אז אולי אני לא דוגמה, אבל באמת כל הכבוד לכל העושים במלאכה. אנחנו הסתובבנו, שתינו קפה, קנינו מזכרות, נפגשנו עם אנשים, גם עם נשים בדואיות, עשינו קצת עסקים. הייתי עכשיו פה בתערוכה, דיברתי עם האומנית, יצרתי את הקשר, ופשוט נהדר, כיף. המסר שלי הוא, זה תמיד היה, לא רק הפסטיבל, דו קיום. אתם ואנחנו, אזרחי המדינה, שווים, שווים, שווים. מאוד מאוד מעניין, מאוד מאוד מהנה, מקום נפלא, יפה מאוד, ממליץ כל שנה שיעשו את זה, שיבואו הרבה אנשים, שיראו את המקום, שילמדו, שילמדו על המקום הזה. אני בא לפה הרבה, מבקר הרבה ברהט, ולא צריך לפחד,
הכל נהדר ברעת. הדוכנים שעושים פה נפלאים, עם כל האוכל שעושים פה, הכיבוד שעושים פה, מאוד מעניין, מאוד יפה, מאוד טוב. ממליץ, ממליץ שיבואו.